Hello everybody، مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد وموضوع جديد اليوم. واليوم سنتحدث عن الآيلتس. الآيلتس أتعب كثير من طلاب اللغة الإنجليزية كامتحان دولي ومطلوب لكثير من الناس لأسباب مختلفة. فهو يطلب مثلا للهجرة، للناس الراغبين بالهجرة إلى كندا وكثير من الدول مثل أستراليا، وكذلك يطلب من الطلاب المسافرين للدراسة بغرض الدراسة، أي من أجل المنح واستكمال دراستهم الجامعية، فلا يستطيعون أن يدخلوا الجامعة الفلانية ما لم يحصل على درجة في الآيلتس كذا كذا كذا. طبعا أنا سبق وأن تحدثت أنه لا يوجد رسوب في الآيلتس. امتحان الآيلتس ما هو إلا مقياس لمهارتك في اللغة الإنجليزية في التحدث والكتابة والاستماع والقراءة. حقيقة الكثير من الناس عندهم لبس ويعني خربطة وعدم فهم لهذا الامتحان بشكل كامل. خليني أعطيك نقاط قد تفيدك جدا وتفيد أي شخص قد ترسل له هذا الفيديو إن شاء الله أن يفهم ما هو الآيلتس وكيف يتعامل معه. طبعا بغض النظر عن التوفل أو الآيلتس، التوفل الأمريكي، الآيلتس البريطاني كامتحان، يعني كمصدر امتحان يأتي هذا مصدره من دولة يعني تكون تابعة للغة البريطانية، والتوفل من مركز تابع للامتحانات الأمريكية. أولا قبل كل شيء لابد أن تعرف أن الامتحان الخاص بالآيلتس هو يتكون من شقين أو قسمين. عندما أنت تريد أن تدرس الآيلتس لابد أن تعرف أن الشق الأول أو القسم الأول من الآيلتس هو دراسة القواعد والكلمات والمحادثة والأزمنة ومن وإلى، والقسم الثاني يشكل عملية التعرف على أسلوب الامتحان، كيف يكون طريقة امتحانك، كيف ستكون امتحان الرايتينج الريدينج، كيف سيأتيك، وما هي المواضيع التي سوف قد تواجهك. يعني كثير من الناس لا يعرفون هذه النقطة، فلذلك حتى البعض يقوم بالتسجيل في دورة اسمها الآيلتس بريبريشن كورس مثلا أو توبل بريبريشن كورس، دورة التحضير أو الإعداد للآيلتس، ويتوقع أن هذه الدورة ستقوم بتأهيله لاجتياز الامتحان. والحقيقة أنه 90% من هذه الدورات هو فقط لتعريف الطالب على أسلوب امتحان الآيلتس أو التوبل أيا كان. فالبعض يتوقع أنه سيستفيد من هذه الدورة وسيقيم أخطاءه وبناء عليه سيرفع من مستواه ويجتاز الدرجة المطلوبة منه في الآيلتس. هذه أحد أكبر الأخطاء التي يعني لا يعرفها الكثير من الناس، ويذهب ويسجل في دورة اسمها دورة تحضير الآيلتس. دورة تحضير الآيلتس المفروض أنه لا يسجل بها الطالب إلا وهو أصلاً قد تجاوز المستويات اللي هي مثلاً في اللغة الإنجليزية 12 مستوى، يكون على الأقل انتهى من هذه المستويات فيدخل أو يسجل أو يبدأ بدراسة دورة تحضير الآيلتس، لأن هذه الدورة هي التي تعرف على نماذج الامتحان ويقوم بالتدريب على امتحانات الآيلتس مع الطلاب. الطالب الذي يعني لم يستعد بعد أو مش فاهم أصلاً بعض القواعد وبعض الأزمنة، هذه الدورة لن تفيدك. والكثير من الناس يعني خسروا أموالهم وأخطأوا في التسجيل في هذه الدورة ولم يستفيدوا كما يتوقعوا. إذا هذا موضوع جدا مهم أن تركز، أن النقطة الأولى أن الامتحان الآيلتس ينقسم إلى شقين. الشق الأول أو القسم الأول هو أن تكون أنت دارس للمستويات الدورات العادية اللي هي الرايتنج والريدنج والليسننج والقواعد، وتتدرج إلى أن تصل إلى درجة أو مرحلة متقدمة. الشق الثاني من امتحان الآيلتس هو أن تعرف أسلوب الامتحان وطريقة الامتحان، وهذا موضوع كبير جدا ومتشعب وطويل، ليس كما تتوقع، يعني ليس صعب ولكن معلوماته كثيرة. أحيانا يقول واحد مثلا كم بالمئة يعني أحتاج
تقريبا المهارات في كي تدرس المهارات والرايتنج والقواعد تشكل من دراستك 70% و 30% تقريبا حتى تتعرف على اسلوب الامتحان وكيف تتجاوز الامتحان ومن سيمتحنك وكيف سيمتحنك وكيف هي اساليب الاسئله وطريقه الاسئله وكيف هي الاجابات التي يعني يجب ان تجاوب عليها، قد تكون هناك اجابات صحيحه ولكنهم هم يريدون او يبحثون عن اجابه محدده. لذلك انا اخبرك انه يعني هذه النقاط كثير من الناس لا يعرفونها. النقطة الثانية عليك انك انت يعني تركز انه في اللغة الانجليزية هناك اربع مهارات. المهارة التي سيمتحنونك فيها هي الرايتنج والريدنج والليسنينج والسبيكينج. الحقيقة التي سيخبرك بها الأستاذ مراد أن المهارات التي سيمتحنونك بها هي خمس مهارات وليست أربعة كما تتوقع. المهارة الخامسة المخفية هي التايم. ما معنى التايم؟ الوقت. الوقت لن يكفيك أن تنهي الامتحان حتى ولو كنت مدرك وملم بالريدنج والسبيكينج والليسنينج بالمهارات الأربعة بشكل ممتاز، تحتاج إلى وقت. ستجد أنه في منتصف وقت كل مهارة سيتم توقيفك عن الامتحان لأنك لم تتدرب على الوقت، لأن هناك وقت محدد لكل مهارة، وإذا أنت لم تنتهي في الوقت المحدد هم سيوقفون امتحانك بشكل مباشر وستفقد الكثير من الدرجات وتحصل على درجة منخفضة. إذا مهارة الوقت أيضا من المهارات التي تحتاج أنت أن تتدرب عليها. لن تسمع هذا الكلام بشكل دائم ولا بشكل يعني حتى في اليوتيوب أنا لم يعني أجد أحد يتحدث كثيرا عن مهارة الوقت وأهميتها. كثير من الناس قد يكون يعرف القواعد يعرف مهارات أخرى لكن لا يركزون على مهارة الوقت، وهذه النقطة تحتاج إلى تدريب ومتابعة منك أن تقيم يعني أو تحدد وقت يعني توقت الساعة على الوقت الفلاني وتحاول أن تتدرب على حال القطعة الفلانية مثلا في الريدينج أو تكتب إيساي مقالة وتقيم وقتك أيضا في السبيكينج تجد كيف سرعتك الليسنينج وهكذا. إذا هذه هي المهارات. قد يسأل سائل يا أستاذ مراد أنا كيف أطور نفسي في هذه المهارات اللي هي في الآيلتس؟ أنا حقيقة تقدمت الامتحان في الآيلتس كذا مرة وحقيقة لم أحصل على الدرجة المطلوبة وكنت أعيد وأحصل على نفس الدرجة. والله أنا أستغرب مع كامل احترامي لهؤلاء الناس، أنت تختبر فتحصل على مثلا الآيلتس الدرجة النهائية من 9 وبعض الطلاب يقوم بالامتحان فيحصل على 4 أو 4.5 4.5 يعني ويعيد الامتحان، فمن الطبيعي انك انت امتحنت حصلت على 4.5 يعني تتوقع انه سيكون هناك خطأ في التقييم مرة أخرى وقد يعني تحصل على 5.5 6. هذا الكلام صعب جدا يعني، أنا لن أقول مستحيل ولكن صعب جدا يعني. الذين يتم يعني يقيموك بدقة، امتحان آيلتس امتحان لقياس مهارتك بشكل دقيق جدا حقيقة في الرايتنج والريدنج والليسنينج والسبيكينج بشكل دقيق يعني قد لا تتخيله أنت. فلذلك قد يسألني البعض طيب كيف الطريقة يعني كيف أحصل على السبيكينج والرايتنج وأحصل على درجات جيدة؟ أنا مش عارف يعني ولا يوجد عندي أحد. اسمعني سأعطيك نصائح يعني لن تسمعها يعني أعتقد في مكان آخر بنفس الطريقة التي سوف أوجهها لك. أخي الكريم مثل الرايتنج، نفترض مثلا الرايتنج، انت عندك مشكله مثلا في الرايتنج، مثلا امتحنت وكما اخبرتك انت يعني حصلت على 4 من 9. ما هو السبب؟ السبب من الطبيعي ان لديك اخطاء. اخطاء في كتابه الإيساي المقاله، عندما ركبت الجمله، عندما لم تستخدم الكابيتال ليتر، عندما فمن الطبيعي انك تحتاج ان تكتب اكثر، ولكن يشترط ان يكون هناك شخص يوجهك. ويقول لك هذا خطأ وهذا صح، أنت لم تركز على كذا. لو افترضنا أن هذه
قطعتك التي كتبتها الإسي المقالة المقالة التي كتبتها هذه هي. نفترض أنه أنت قيموك وحصلت على 4 بسبب أنه كان هناك ما يقارب 30 خطأ. 30 خطأ من كابيتال، من استخدام قاعدة خطأ، من استخدام كلمة بشكل خطأ، من تركيب الجملة، من أشياء كثيرة، حرف جر، الوورد أوردر، ترتيب الكلام، لم ترتب الجملة بشكل صحيح، نفترض يعني. فأنت تحتاج أن تنقص هذه الأخطاء، يعني لو كانت 20 فمن الطبيعي أنك بدل ما تحصل على 4 ستحصل على 6، إذا كانت 10 ستحصل على 7، إذا كانت 5 أخطاء يعني بالكاد يجد لك خطأ فمن الطبيعي تحصل على 8، وهكذا. كلما قلت أخطائك كلما زادت درجاتك، وهذه بالطبيعة أو بالتالي تحتاج إلى شخص محترف في الآيلتس. وللأسف أن مدرسين الآيلتس أو متخصصين الآيلتس في الوطن العربي معدودين بالأصابع أو أعدادهم قليلة جدا، لأن أغلب المدرسين يعني مدرسين المدارس أو المدرسين هم أصلا بأنفسهم قد تجد الكثير لا يستطيع أن يحصل على درجة الآيلتس بدرجة عالية، وهذه حقيقة يعني نتحدث بها. الناس لم ينتبهوا إلى الآيلتس إلا في الفترات الأخيرة، والآيلتس حقيقة امتحان يعني شديد لحد ما، يعني يحتاج من الطالب أن يدرك يعني كل مهارة وكل خبايا. طبعا على هذه النقطة يعني تقيس أيضا الريدنج، أنت أخذت قطعة وتم توجيه أسئلة لك فأخطأت فحصلت على 30 خطأ، تحتاج أن تحسن مهارة الريدنج عن طريق قراءة كثير من القطع والتدريب على أسلوبها، وكذلك الليسنينج وكذلك السبيكينج. والنقطة التي أريدك أن تعرفها بالنسبة للآيلتس، ينقسم دائما كل مهارة في الامتحان تنقسم إلى 3 مراحل، مرحلة اللي هي بسيطة جدا، ومرحلة متوسطة، ومرحلة صعبة. يعني المرحلة البسيطة مثلا مثل السبيكينج، قد تجد أن السبيكينج مثلا يتكون من 14 دقيقة وربع ساعة تقريبا، سيسألك تقريبا 4 إلى 5 دقائق أسئلة بسيطة جدا. Hello, what's your name? What do you do at the weekend? I see, good. ممكن يسألك أسئلة بسيطة جدا، ولكن في المرحلة المتوسطة يعني بعد 4-5 دقائق توصل إلى المرحلة الخمسة دقائق الأخرى، يبدأ يسألك أسئلة لحد ما أصعب. في المرحلة الأخيرة ستكون أسئلة صعبة جدا، ويعني صعوبتها تكمن في بعض التريكس الخدع، إنه يوجه لك سؤال بطريقة غير مباشرة أو يستخدم معك كلمات في الأسئلة هو يتوقع أنك لا تعرفها. فلذلك يعني خذ بالك انه الذين يجاوبون على القسم الاول هم اولئك الذين يحصلون على 3.5 4، والذين يجاوبون على نصف المرحله المتوسطه هم الذين يحصلون على 5 5.5 6، والذين يجاوبون او يستطيعون ان يعني يتجاوبوا او يعني يجيبوا على الاسئله المتقدمه هم الذين يحصلون على 8 و8.5، وهكذا. وقس على نفس الطريقه ايضا مهارات الريدنج والرايتنج والليسننج والسبيكينج. وكما تلاحظون أنه لا يوجد جرامر، يعني لا يوجد اختبار قواعد ولا اختبار كلمات. أحدهم قد يسأل لماذا؟ لأنه من أصل الامتحان هذا أنت ستستخدم القواعد وستستخدم الكلمات، فلا حاجة أنهم يختبروك أيضا في القواعد. طيب ما هي الكلمات المستخدمة في الاختبارات؟ هذه من النقاط المهمة جدا. أنت من الطلاب الذين تريد أن تحصل على الآيلتس لابد أن تعرف، بجانب النصائح التي نصحتك إياها، أنا نصحتك أن الآيلتس هذا لا يوجد فيه رسوب، هو عبارة عن مقياس. أيضا الآيلتس هذا يتكون من 70% قواعد ومهارات و 30% أسلوب امتحان وطريقة امتحان، وتحدثت إليك أن هناك مهارات 4 وهناك مهارة خفية، وهو الوقت، عليك أن تتدرب على الوقت، أن تنهي المهام بسرعة بوقت قصير جدا، وهذه المهمة لا يعرفها الكثير من الناس. ايضا نصحتك النصيحه الان الرابعه، انه لابد ان تعرف ان هناك كلمات مستخدمه بشكل متكرر في امتحانات الايلتس، واحيانا تكون ايضا حتى في التوبل. هي نفس الكلمات، قد تكون كلمات قويه غير متواجده في كتب المدرسه ولا في الكتب العاديه، هي كلمات ساينتفك علميه، واحيانا كلمات يعني قويه تجاريه كوميرشال، ومن هذه الكلمات عليك أن تعرفها. من أين أحصل عليها أستاذ مراد؟ موجودة في الإنترنت، لو كتبت مثلا IELTS Vocabulary وستجد الكثير من الكلمات التي تحتاج أن تعرفها. النصيحة الخامسة، أنت تكرر أخطاء بسيطة جدا، يعني مثلا في الرايتنج، في المقالة كنت يعني الكثير من الطلاب لا يعرف أنه بسبب عدم كتابته للكابيتال أو وضعه للفول ستوب أو الكوما أو استخدامه، يعني حاجات بسيطة جدا.
البعض يقول هي ليست مهمة، أنا متأكد أنهم يهتمون كيف أكون الجملة وكيف أربطها. كلامك صحيح، ولكن صدقني هذه يعني من الأخطاء التي تتكرر، لأنك ستكتب ما يقارب 300 إلى 350 كلمة، فتتكرر عدة جمل بحرف سمول وكابيتال، يعني أشياء بسيطة والفول ستوب والكوما، لأنها تتكرر تتجمع، عندما تتجمع تحصل على أخطاء كبيرة لا يستطيع المصحح أن يتجاهلها. هذا خطأ خطأ، أنت تجده من وجهة نظرك أنه بسيط، وهو من وجهة نظره خطأ مثله مثل الخطأ الكبير، وسيتم يعني إنزال درجتك بشكل مفاجئ. وعندما تركز عليها، وهذه حقيقة أنا نصحت طلاب كثير ولفتوا الانتباه إليها وركزوا عليها، كانت النتيجة مختلفة. يعني بدل ما كان يجي 4-4.5 صدقني كان يحصل على 5.5، يعني واحد كامل يأخذ بسبب هذه الأخطاء البسيطة، فخذ بالك منها. من النصائح أيضا السابعة أن يعني أستطيع أن أوجهها لك، هناك خدع في بعض طرق الامتحان الآيلتس، فلذلك أنت تحتاج أن تشتري كتب خاصة بامتحان الآيلتس، يعني نفس الشركة تبع الآيلتس أو التوبل هي بتصدر كتب تقول لك إذا أردت أن تتعرف على امتحاناتنا نحن ننزل لك النماذج السابقة أو التي قد تكون مشابهة لها، فقط يقومون بتغيير بعض الكلمات. طبعا هناك خداع بالرايتنج، خداع بالسبيكينج، يعني أحدهم يقول كيف خداع يا أستاذ مراد، يعني اشرح لي كيف يخدعون، يعني أحيانا يريدون أن يركزوا إلى أي مدى أنت منتبه إلى السبيكينج أو إلى السؤال. يعني قد يقول أحدهم What is the importance of the education in your country؟ أو how is it important for your people in your country, the education in your country؟ يعني السؤال باختصار يعني كم هو مهم التعليم لبلدتك أو في بلدتك؟ أنت قد تفهم السؤال يعني كيف هو التعليم في بلدتك، وليس الاهتمام أو أهمية التعليم. هناك فرق ما بين the importance of education، أهمية التعليم، وكيف هو التعليم في بلدتك. فالبعض يتجه أن يجاوب السؤال أو يعني يجيب على السؤال أنه كثير من الناس يدرسوا، وإحنا لدينا معاهد وإحنا لدينا جامعات وهناك، لكن هم يعني سؤالهم يقول تحدثني عن أهمية التعليم، يعني هل الحكومة بتهتم بهذه، هل الناس يهتمون بالتعليم فيدرسون إلى مراحل متقدمة يحصلون على الماجستير الدكتوراه، لكن أنت تقول مثلا قد تكون إجابتك في غير السؤال، لذلك كم هو مهم بالنسبة لك، غير حدثني عن أهمية، غير حدثني عن التعليم في بلدتك، كل سؤال يختلف. فلذلك يعني هم عندهم هذه الخدع اللي يعني تنقص من درجاتك. والطالب الذي لا يركز حتى في الرايتنج قد يأتيك اكتب على الموضوع الفلاني، وفي خدعة مثل ما أخبرتك، يعني تحدث عن معدل البطالة في دولتك لو كنت في مكان، يعني يوجه لك أسئلة تحتاج إلى تركيز من الطالب، أو بالأصح تحتاج إلى تدريب، يعني تكون أنت متدرب وتعرف أسلوبهم في وضع الامتحان هذا أو الأسئلة هذه. طيب، هناك كلمات بالتأكيد جديدة، يعني هذه من النقاط التي لم تجد هذا الموضوع عند أي شخص. ستجد أنه في الريدينج أو في الليسنينج أو في الرايتينج أو في السبيكينج بالتأكيد ستجد كلمات جديدة، مهما حضرت للآيلتس ستجد في الغالب ولو كلمة كلمتين أنت لا تعرفها، عدة كلمات كيف تتغلب عليها؟ هذه لها تمرين خاص ولها أسلوب خاص. يعني أنا لي أكثر من 10 سنوات أدرس الآيلتس فقط، 22 سنة أنا أدرس الإنجليزية بشكل عام، الآيلتس أنا لي 10 سنوات لأنه متعب جدا حقيقة. من الأشياء التي لابد أن تعرفها عن الآيلتس أنه الآيلتس بيعطيك كلمات هو يعرف أنك لا تعرف معناتها، ولكن هو يعني يبحث أو يريد أن يتأكد هل أنت من الأشخاص الذين يعني متمرسين في الريدينج وتستطيع أنك أنت تتنبأ بمعنى الكلمة لأنك قارئ يعني ذكي وعبقري من كثر القراءة، فأنت تستطيع أن تقيم أو تخمن معنى الكلمة، هذا هو هدفهم. وبالحقيقة أن الموضوع بسيط، يعني مثلا قد تجد شخص بيصف القصر الفلاني أو الشخص الفلاني بعدة صفات، فقد تأتي صفة أو صفتين أنت تعرفها وصفة أنت لا تعرفها، فإن كانت الصفات الأولى جيدة، يعني شخص رائع جيد، يعني مغوار، نفترض أنه مغوار أنت لم تعرفها،
فهي مغوار، بالتالي انها صفه جيده، لانه انا بصف الشخص هذا بعده صفات جيده، او وبالتالي ايضا اذا كان سنصف شخص اخر بشكل سيء، فاعطاك صفتين سيئه تعرفها وصفه جديده عليك، فبالتالي انها صفه سيئه. ايضا من الاساليب التي تستطيع ان تعرف معنى الكلمه عندما ياتي مثلا يقول لك هذا الموضوع كان مثلا تيربل، انت لا تعرف كلمه تيربل، مثلا تيربل يعني شيء سيء جدا يعني. بات ولكن، وجاء كلمه بعد كلمه بات ياتيك كلمه مغايره، يعني انت ستعرف كلمه تيربل بما يغيرها بعد كلمه بات، مثل ما نقول والله هو صحيح انه انسان يعني عصبي او يعني متعصب، ولكنه والله طيب، ولكنه جاءت كلمه يعني عكس الصفة، فأنت تستطيع أن تخمن معنى الكلمة الأولى وهي terrible بالصفة التي يعني بعدها. يعني في نقاط كثيرة، وهذه يعني حقيقة ليست كما تتوقع سهلة، لكن تحتاج إلى تمرين وممارسة حتى يستطيع أحد أن يدربك عليها، وهي بسيطة. المعلومات الخاصة بالآيات ليست صعبة، هي كثيرة فقط، فكثيرة يعني تحتاج إلى وقت وتحتاج منك صبر. أنا ما هي نصائحك يا أستاذ مراد؟ بالأخير أنا هعطيك نصائحي حتى أختصر عليك الموضوع والتعب هذا كله. أولاً تدرج في دراستك للمهارات، تدرج، ابدأ بالسبيكينج من المستوى الأول والثاني والثالث والرابع، لا تحاول أن تقفز إلى امتحان الآيلتس مباشرة وتريد أن يعني تقحم نفسك وأنك عبقري وأنك يعني أقول لا، هذا الموضوع تحدي أنت يعني غير قادر عليه، صدقني. ايضا في الرايتنج، اذا اردت ان تتقن الرايتنج وتنهي مهاره الرايتنج وتكتب المقالات بشكل يعني نجد فيه اخطاء كثيره، تدرج ايضا في الرايتنج، اكتب بكيف تكون جمله ثم تربط الجمل ثم تكتب باراجراف، تتمرن على الباراجرافات ثم تنتقل إساي ثم احدهم يصحح لك حتى تتقن. وكذلك الريدنج، هناك قطع قويه جدا، هناك ليسننج تتمرس على الليسننج. وايضا تحتاج ان تعرف يعني كيف هي اساليب الامتحان، يعني مثلا رايتنج يطلب منك ان تكتب إساي مقاله، هل تعرف ايضا اصلا ما معنى المقاله؟ المقاله هم يطلبون منك ان تكتب قطعه، لابد اذا لم تكتبها بهذا الشكل انت بكل الاحوال ستفقد درجات قويه جدا وعاليه، يعني مثلا هم يطلبون منك ان تكتب انترودكشن. انترودكشن يعني مقدمه، اذا يعني طلبوا منك ان تكتب عن موضوع معين، لابد ان تكتب مقدمه انترودكشن، وثم تكتب البادي اللي هو جسم الرساله اصل الرساله، ثم الكونكلوجن اللي هو الخاتمه، يعني مقدمه والبادي جسم الرساله ثم الكونكلوجن اللي هي الخاتمه. اذا لم تتبع هذه الخطوات في الإساي ستكون درجتك هابطه، هذه اصلا ليست مقاله، اذا لم تكتبها بهذا الشكل لن تكون مقاله. اذا انت بحاجه الى ان تعرف هذه المعلومات كلها، وهذه المعلومات حقيقة للأسف شحيحة ومعلومات لا يعرفها الكثير من المدرسين، فيلجأ البعض إلى بعض المدرسين الذين هم أصلا لو امتحنوا لن يستطيعوا أن يحصلوا على درجات ولا يعرفوا هذه المعلومات بشكل كامل. إذا تدرج في دراسة المهارات، قلل أخطائك عبر التكرار مع محترف ومتخصص، أيضا ركز على البارتس اوف سبيتش أجزاء الكلام، انك انت مثلا الكلمه والاسم منها والفعل منها والصفه منها، انفست يستثمر، انفستمنت الاستثمار، انفستور مستثمر، انفستد مستثمر، وهذا كيف تربط الجمل من النقاط التي يركز عليها المختبر الانترفيور الذي يقابلك في الريل سبيكينج، يركز على اشياء كثيره، الذي يعطيك امتحان الرايتنج يركز يعني منتظر منك ان يرى اشياء هو منتظرها. ايضا استخدم الازمنه بشكل صحيح، استخدم الأزمنة، من الأشياء التي يركز عليها كثير من الطلاب لا يعرفون هذه النقطة، يركزون كيف استخدمت زمن المضارع البسيط حتى لو هو شيء بسيط جدا، أحيانا هو يوجه لك سؤال في السبيكينج ويستخدم لك الزمن بشكل أنت لا تعرفه، يعني أنت مثلا لا تعرف أن البريزنت سيمبل يستخدم مثلا للفيوتشر، أحدهم يقول كيف يستخدم الفيوتشر؟ مثلا قد يقول لك مثلا what time does مثلا the bank open، متى سيفتح البنك؟ البعض يتوقع ان السؤال what time will the bank open، وهذا خطا في الانجليزي، اذا انت بتسال على تايم تيبل يعني وقت يعني قطار او محطه او باصات او بنك او بتسال بشكل دائم على الجدول تبعه فتستخدم present simple وهذا يعني في الفيوتشر. نقاط كثيره قد يعني يحاول ان يخدعك فيها او يعني بالاخير يا اخوان بالاخير
الممتحن او الذي يخضع لامتحان الايلتس يريدون ان يدققوا عليك في كل كبيره وصغيره، ويريدون ان يعرفوا لاي مدى انت تعرف اللغه الانجليزيه او متعمق في هذه المهارات. النصيحه الخامسه، ركز على السؤال وافهمه جيدا. بعض الناس لا يركز على السؤال في الرايتنج ولا في الريدنج ولا في الليسننج ولا في السبيكنج، يعني من كثر ما هو مستعجل او متخربط او غير متعود فيحصل على درجه ضعيفة. وكل هذا يحتاج أن تكون تأخذ نفس وكولم داون، اهدأ وركز على السؤال وتدرب على أساليبهم في الأسئلة. النقطة السادسة، لا تسرع ولا تبطئ، لا ترتبك، انطق صح وببطء وبوضوح. يعني لا تحتاج أنك تبطئ بسرعة أو تتكلم بسرعة أو تكون بطيء جدا، تحدث كما يتحدث الناس الطبيعيين جدا. إذا سألك what do you do at the weekend? Well, sometimes I go to the park with my family and sometimes I stay home, I watch TV, I like to watch TV. ولا تسكت، يعني بعض الناس يعطوهم دقيقة أو دقيقتين في الآيس للتحدث فيتكلم أربع خمس جمل فقط ويسكت، بينما هو يقول لك أنا سأعطيك فرصة تتحدث لدقيقة أو دقيقتين. لذلك أنا أخبرك، ما زلت تحتاج أن تتعرف على هذا الامتحان. في النصيحة السادسة، في المحادثة استخدم كلمات قوية وتعابير قوية. أحد من يقول سيدورة انصحنا، يعني نصائح تفيدنا، استخدم كلمات وتعابير قوية. أنا كممتحن بأختبرك، أريد أن يعني تعذرني، أنا لن أستطيع أعطيك درجة عالية ما لم أسمع منك كلمات قوية وتعابير قوية وأسلوب قوي وربط قوي. في القراءة اقرأ صحف تجارية وطبية واقتصادية، لأنهم سيستخدمون معك كلمات من الصحف. يعني انت لو تقرأ الصحف ستجد ان في الصحف عدة كلمات مختلفة. ايضا في التحدث لا تتوقف، تحدث ولا تسرع ولا تبطئ. في الاستماع الاختصارات وتمارين الاختصارات جدا مهمة، وانا انزلت لها مقطع يعني دمج الكلام ومن هذا الكلام. النصيحة الاخيرة، قم بتوقيت ساعتك عشان لكي تتدرب على كل مهارة وتعطيها وقت قصير، مش يعني انت تفتح الرايتنج وتحتاج ثلاث ساعات والوقت المحدد لك مثلا ساعة ونص. لن تستطيع ان تتجاوز الريدنج ما لم تتدرب على ان تحل القطعة واسئلتها بشكل سريع، وهناك ما يسمى سكيمينج وسكانينج، هذه مهارات. اذا اردت ان نتحدث اكثر عن الايلتس لا يوجد عندي إشكالية، سأنتظر تعليقاتكم واكتبوا في التعليقات ما تريدونه، وأنا أستطيع أن يعني نذوب هذه الصعوبة. صدقوني أنا ساعدت كثير من الناس. أهم شيء أن تتبع الخطوات. أحدهم يقول أستاذ مراد من كلامك أنا أحس أن الآيلتس صعب. صدقني مش صعب، الآيلتس يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى شخص ذو خبرة يعني تمرس في تدريس الآيلتس وعنده الخدع والتريك والحركات التي يتبعها الممتحنون الذين يعني قد يضيقون على كثير من الطلاب ولف ودوران، وعندك التكرار والتدريب والتدريج. هذه الثلاث النقاط، الصبر والتدرج وشخص متمرس عنده خبرة في تدريس الآيلتس يستطيع أن يساعدك، والأمر بسيط جدا. أعتقد المقطع قد يكون طال أكثر من اللازم، ولكن أهم شيء فائدتكم، أهم شيء أنك أنت تستفيد وتسمع نصيحتي هذه. ممكن ترسل هذا المقطع لكثير من الناس، ناس كثير لا يفهموا هذه المعلومات صدقوني وتايهين. يعني أنا عندي معلومات كثيرة بس مش حابة المقطع يطول أكثر، ولكن إذا أردت أنكم يعني تريدوني أن أتحدث أكثر عن هذا الموضوع اكتبوا في التعليقات، وأنا سأقوم بوضع دروس أخرى عن الآيلتس. Thank you very much for your watching. Good luck. حظا موفقا. Goodbye.